للشباب في اول مواجهه ليه في بطوله كاس العرب اللي بتتلعب هنا في مصر في مواجهه النيجر. كسبنا بنتيجه 2-2 في بدايه مشوارنا في البطوله، و بعد 5 دقائق من نزوله كبديل، بتكلم عن صلاح رضا باشا اللاعب المصري المحترف في ايطاليا، خرج مصابا بكسر في الترقوه. فالنهارده اعلن اتحاد الكره المصري انه خضع لجراحه، وهذه الجراحه استطلبت تركيب شريحه ومسامير بعد الاصابه اللي كانت في الدقيقه 76 من وقت المباراه. فالنهارده عمل الجراحه، فعايزين نطمن على حالته من خلال الطبيب اللي اجرى ليه هذه الجراحه، الدكتور اشرف محرم. دكتور اشرف اهلا بيك، منورنا ويا رب تكون بخير. دكتور اشرف اهلا بيك، اهلا بيك يا كابتن هاني، منور الدنيا يا فندم. ازاي ربنا حضرتك؟ يخليك فندم، ربنا الحمد لله. عايز اطمن ايه حاله صلاح وموقفه، يعني او المده اللي ممكن يغيبها عن الملاعب؟ صلاح وقع امبارح على كتفه، كسر الترقوه كسر متحرك في مكانه اكتر من المقبول، عملت له عمليه ترجيع الكسر وتثبيت بشريحه ومسامير محدود التداخل بنسميه كده، والحمد لله كسر حلو جدا جدا، وهو بعت الاشعاعات كمان للدكتور الفرقه بتاعته في ايطاليا، وكان مبسوط جدا بالنتيجه. النهارده ابتدى يحرك دراعه حركه 80% من المدى مسموح به ايجابيا، وان شاء الله باذن الله تعالى قدامنا من اول الاسبوع الجاي هيقدر يمارس الفتنس، جري وكل ما شغل رجلين والجيم وكل حاجه، لكن بالنسبه للتداخل الاشتباك يعني وان هو على ايده وكلام زي كده، الطبيعي ان شاء الله من خلال 8 ل 10 اسابيع يقدر يلعب يرجع لفريقه تاني. يعني من شهرين لشهرين ونص باذن الله. باذن الله تعالى، وده اللي بعتناه لفرقته في تمام. طيب وبالتالي هو طبعا انتهت بطولته، لكن هل هيرجع لايطاليا ولا لسه ما تحددش في الايام اللي جايه؟ هو هيقعد معانا في القاهره عشان يبدا التأهيل بتاعه، وفي الغالب هيعمل علاجه وتأهيله في مصر على الاقل لغايه ما البطوله تنتهي ويبقى مع الزمالك. مسؤول اودينيزي في حديثهم مع حضرتك كان يعني ايه موقفهم او طريقه الخطابات كانت ماشيه باي شكل يا دكتور؟ هو الخطوه اساسا كان ما بين الاتحاد المصري لكره القدم كابتن احمد مجاهد والفرقه، تمام، لكن ومن خلال اللاعب نفسه، لكن الامور جيده ويعني الحمد لله كان في يعني الامور كانت ميسره والتفاجئ حلو جدا، ان شاء الله عودته الملاعب قريبه باذن الله. طيب بمناسبه وجود حضرتك معايا وفي سياق اخر، طبعا كعضو مجلس اداره في نادي الصيد، عايز اعرف ايه اخر الاخبار الخاصه بالانتخابات ووجودك في القائمه المقبله او الانتخابات المقبله؟ كل الانديه المصريه تترقب موسم انتخابات على اخر هذه السنه، ان شاء الله باذن الله تعالى هنزل نائب رئيس في الانتخابات القادمه للنادي الصيد المصري مع رئيس كابتن عمرو سعيد. تمام. وفي اتحاد الكره هل كان في نيه زي ما كنا علمنا انك تدخل الانتخابات بغض النظر امتى هتتعمل؟ والله موضوع اتحاد الكره كان مطروح، وانا يعني كنت عندي امل ان احنا نضيف حاجه ايجابيه في مجال بالذات في المجال الطبي في الاتحاد، لكن ان شاء الله نقدر نساعدهم من غير ما نبقى قاعدين على الترابيزه باذن الله تعالى. رجعت في كلامك ليه؟ او في قرارك يعني او موقفك؟ هو لغايه دلوقتي الموضوع مش واضح الابعاد، لكن انا كمان نادي الصيد داخل على مرحله حرجه في تاريخه، تغيرات بتحصل، واعتقد ان النادي اللي انا بنتمي اليه من منذ طفولتي، وفي نفس الوقت كمان بشرف ان انا دي تاني دور ليا في مجلسه، ان انا محتاج تكاتف المخلصين له عشان يعدي من المرحله الحرجه اللي داخل عليه. ربنا يوفقك باذن الله. بشكرك جدا دكتور اشرف محرم،
الطبيب اللي اجرى النهارده الجراحه لصلاح رضا لاعب منتخبنا للشباب وطبعا عضو مجلس اداره نادي الصيد المصري. طيب خلينا نروح ل دي طبعا الصوره اللي بعد الجراحه اللي عملها لاعب منتخبنا ولاعب اودينيزي صلاح رضا في مقر المستشفى اللي اتعمل طبعا الشهير بصلاح باشا.